أنا سعد الكومي، أخصائي علاج الأورام في مركز صن. النهارده هكلمكم عن حدوث القيء والغثيان بعد جرعات العلاج الكيماوي. أولا لازم نعرف إن حدوث القيء والغثيان بيحصل بشكل مختلف مع المرضى، ومش كل المرضى معرضين بنفس درجة الخطورة لحدوث القيء والغثيان بعد جرعات العلاج الكيماوي. ده بيتوقف على عدة عوامل. أول عامل هو نوع العلاج الكيماوي نفسه، تاني حاجة التاريخ المرضي للمريض، هل كان عنده مشاكل في المعدة زي قرحة المعدة، زي الميكروب الحلزوني، زي التهابات جدار المعدة. العامل الثالث هو هل في علاجات أخرى للسرطان أثناء العلاج الكيماوي زي العلاج الإشعاعي. بعد كده احنا ممكن نواجه العرض ده ازاي. احنا بنواجه العرض ده بثلاث اشكال مختلفة. اولا الادوية الوقائية واللي بننفذها قبل بداية الجرعة، سواء عن طريق الوريد او عن طريق الفم. العامل التاني اللي بيساعدنا على تقليل نسب حدوث القيء والغثيان بعد الجرعات هو الادوية اللي بياخدها المريض في البيت بعد الجرعات. العامل الثالث هو اجراءات بسيطة ممكن يقوم بيها المريض علشان نتجنب حدوث القيء والغثيان، زي تجنب امتلاء المعدة بالاكل مع الوجبات، وده بيجي عن طريق ان احنا نقسم وجباتنا لست وجبات صغيرة اثناء اليوم. كمان تناول السوائل بكثرة اثناء اليوم، ده بيساعد بشكل كبير جدا. كمان البعد عن الاطعمة اللي ممكن تكون مرهقة للمعدة، زي الاطعمة الدسمة وزي الحمضيات زي البرتقال والليمون. بشكركم وبتمنى الشفاء لكل اهلنا من المرضى.